ايش هذا؟ خليك راسه. شو هذا؟ ايش هذا؟ اعطاني شيء. شو هذا؟ اعطاني اياه. واو. لا رجع الخرا. هذا الشباب اول مره بلعب على التلف على الكمبيوتر. يا هلا شباب، فيديو ارك سيرفايفل بي سي. انا بشغله عن مش عارف شو اقول، متحمس متحمس بس في نفس الوقت مش متحمس. يا شباب اوكي، متحمس لانه انا قاعد بلعب بلعب ارك البي سي، ومش متحمس لانه النت عندي ضعيف، لانه بلعبها على المحاكاه عن طريق لابتوب، والمشكله انه اللابتوب ما بسجل صوت اللعبه مع الاسف، ما بسجل صوت سطح المكتب بشكل عام يعني. وبس ف ان شاء الله يكون صوت اللعب واضح، وان شاء الله اذا مش واضح اهم شيء يكون صوتي واضح وما في مشاكل في الصوت، ونبلش نلعب وبس. فنشوف التحكم اوكي، فيش لاج لحد هسه الحمد لله، فيش لاج ان شاء الله خير. والله بشكر جيمك، هو اعطاني الحساب صراحه، جيمك اعطاني حساب وكان فيه العاب وهذا، والله يسلم مذيع عن جد. ومتحمس انا والله بصراحه متحمس. اوكي هذا الاسهم يطلع لفوق، هذا هيك طيب في شوية لاج بس ان شاء الله يكون خفيف. نحاول نلعب على المحاكاة قبل ما نجيب البيس، فتحملون يعني، خلينا حبايب خلينا نستمتع باللعبة. انا والله بصراحة كان نفسي من زمان العب بارك البيس يعني، تحملون يعني. معلش ان اذا جودة ضعيفة بس خلص ماشي، اهم شيء اني انا مستمتع تمام. اذا كان النت قوي بصير جودة اعلى، بس النت عنده ضعيف بس. دمي. كيف نفتح الامتور؟ عكيو صح؟ بتجمع بتجمع فايبر. طيب خلينا نجمع فايبر. بسم الله في صوت شيء. انا اللي شفت، انا وين شفت؟ دايلو الحقني، بديش اشوف وين راي. لا انقلع، وين راح؟ راح عني صح؟ طيب ياخذك، غار عليك يا زلمه. خلينا نجمع. بي اتوقع اللي بتعلم الناس اللي يسيب جزء بينزل صح. اوكي على في، اوكي نايس. خلينا نصنع اكس، اعطوك كبستين حلو. محتاجين شوية دمج وسرعة. خلص تمام. نفتح الاكس، هذا كم نقاط معي؟ تقريبا 15 مش واضحات. ونفتح هذول، وهذول النقاط الباكيت نفتح هذول. طيب نحط على الاكس و نفتح على في كمان مرة، ونيجي على هان. هلو معي غير سكنات، هي كبستين من هنا حلو. في ورقم واحد، خلينا نجمع فنت عشان نعمل سبير. اوكي تجميع يعني كويس نوعا ما، بعد لو اللي بعدين. والله فنت ما والله فنت بهبل، فنت بالهبل اعطاني. ييم مش مصدق اني بلعب. طيب ايش هذا؟ والله النت عندي زبالي صار، ولفلت انا صح. حط وزن عشان نجمع خشب على راحتنا، وذول ما بعدين بعمل هين عشان بسم الله لمستني طلعت السلحفة هاي وراي. لحظة هيك اسهل يا اخي، اسهل اتحكم في كل شيء. والله لفلنا، والله بسرعة بلفلنا هيك قاعد حلو. انزل. لا رجع الخرا. هذا الشباب اول مره بلعب على التلف على الكمبيوتر. البي سي اول مره بلعبها البي سي. كيف وزني؟ قولوا شكل وزني. والله وزني صرت ثقيل على اخر. ليش جمعت انا احجار انا اصلا؟ خلينا نصنع منهم كم فاير بعدين. هذا كيف؟ ظلنا ضاغط عليها وبعدين نصنع في الجميع. يا اخي مش عارف وين ابني، مع اني على اساس اني مجمع خشب اصلا. استغفر الله العظيم، عاد نجمع خشب. كيف اطلع؟ الو ناس انه في جنب. اطلع يا اخي، ليش مش راضي يمشي؟ الو
والله وزني فل. خلص شكلك كلها تندعم الفال على الوزن. والله شكله كله على الوزن بده يروح يا معلم. والله شكله كله بده يروح على الوزن، مع انه هذا شيء غلط، بس يلا. ليش الكذب يا شباب؟ انا والله ما استمتع، اقسم بالله انا مبسوط. صار وزني فل. حبيت انت. الله التاج خلص التاج علينا عشان كنسل علينا. حلو. لا هذا شو محتاج؟ محتاج تاج. حلو هذا الاخيرا اخيرا لفلنا. طيب محتاجين التاج، فنحط رقم واحد صح؟ مش هسه وقتك تبني. بزلنا الباب وبزلنا اطار الباب. حلو جزء كل جزء تاز. سلام باشا. با 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 سلو موشن حريف حريفتك. مش عارف بس هيك بخبط عندي. حط خمسي هسه دور الجدران. طيب ها دور الجدران يا معلم. صح ناس اني فتحت المخزن، فشو ناقصه؟ هو ناقصه شوية تاج برضه. اوكي حلو. شو هذا؟ كأنه صوت. والله فكرتك وزل، بس عشان بس فكرتك وزل يا شباب، لانه صوته صوت جناحاته زي جناحات الكوزل. الظاهر انه بس في ارك الموبايل الصوت بس للكوزل الظاهر. كيف افتح الباب هيك؟ لا كبس يمين. اوكي خلينا نسلك حالنا بالسينج المعنى، فنبنيه هيك على السريع. طب كيف بدي كيف بدي اطلع من الجو؟ كيف بدي اطلع بي كيو اي اي بجوز اي ولك لا اوبن. اي ما بس باك معلق. نفسها. اوكي اوكي اي حلو حلو والله. ديم بيبي ديم ديم ديم. خل نجمع شوية فايبر وروحين في الطريق عبين ما نجمع الثلج. والله متحمس. صارت تلقلك صارت تلقلك صارت تلقلك. الله مين بودي لي رسايل؟ على كيو لا على اثنين. كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة اثنين. طيب شو نقص؟ برضو الثلج ولا فلت. حلو بعدين بحط الالفل. خلاص خلينا نجمع خشب. بحاول اضبط النت عندي، بحاول اخليها النت اقوى من هيك. بحاول ان شاء الله. والله بالموت يا شباب لحتى امشي. دي الساعة والله تقريبا الساعة 12. و اكفيز فنش. كيف بدنا نفنش هاي؟ صحيح هسه اي صح، وبعدين ارفع لفوق. اوكي اي لا اي اي بعدين ظل شو هذا؟ ديموليش صح؟ ليش؟ ولازم اكرب عليه صح؟ والله مش متخيل اني بلعب في البيس على ارك البيس. وقع لو جبنا الاغراض برضو على اي صح؟ حلو على اي. اسم شوف ان المفروض اني اقدر اعمل ديموليش. استغفر الله العظيم. لازم اظن حاطط الماوس مش ناكبس عليه، حاطط ماوس عليها اشارة بس. شباب اللي ما عنده ارك البيس هي يتعلموا. هيك عم بتعلم قاعد معكم. صغ والله العظيم. طيب بس شنو نعمل؟ نحط على في والله الجودة صارت احسن. هاي النت رجع قوي، مش عارف كيف هيك برجع مرة لا ومرة حلو. هاي لازم عكسية من هان وبعدين سبعة. هلا والله ثمانية. يب ثمانية معلم. نرجع لورا. لو هلا والله. وهاي نقدر نستفيد منها برا.
ولا هذيك واحد ثاني. اوكي قولك لا بسيطة. اوكي يا شباب، او على ذي لازم، لا شوي نتأكد. طب يعملنا هيك، نعمل عليكس. اوكي خلينا نشرب مي. صح مش دودو قريب يا اخي. لا اعوذ بالله اخيك مش عارف اتحرك مالي. في دودو صح؟ حلو والله. تعال 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 تعال، ما بدي اياك ضروري، بدي اياك انا. وين راح الدودو؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ وعد كل هيلتك عالي. What? Oh no. لا اضرب. مات؟ هلا والله مات. الله. طب ما حفظ القطر. طب بلشنا بس اقول شيء. طيب انا عايز جملة مفيدة. اثنين صح؟ هاي بتعطيني هايدو مرتب. اثنين ندور على دودو يا اخي، لازم ندور على دودو. شو بدي في دودو صحيح؟ انا جايب بس عشان هايد. لحظة نقدر من السرير هسه. اوه شت مش فاتح السرير انا، وعندي ثلاث نقاط بس. خليني نلفل هذه المرة من ستامينا. ستامينا نفتح السرير المؤقت. وين راح؟ مفروض السرير المؤقت هنا. اوكي طلع ثلاث. اوكي حلو، ونفتح هاي ونفتح هاي. حلو هذول مهمات، هذول نقص علي النقاط بس مش مشكلة. هسا نشوف اذا بقدر اصنع اساس السرير هذا. ايش بده؟ معده بزيادة هايد، بده بزيادة هايد. طيب حلو حدث مبسوطين احنا. لحظة هي بتفتح الخارطة صحيح؟ مش عارف كيف افتح الخارطة شباب، اللي بيعرف يكتب لي في التعليقات ماشي؟ لان بدي اجي اخبص في اللعب بلاش اخرب شيء. بس المفروض في دودو هنا، المفروض. وين راح؟ هاي والله هلا هلا. تعال 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 I'm sorry. خليك راسه. شو هذا؟ طربوش؟ والله طربوش. تحكم بيض مات. لا ايش هذا؟ اعطاني شيء. شو هذا اعطاني اياه؟ شوف بسم الله في شيء في المي. ان شاء الله يكون صوت اللعبة واضح. ان شاء الله بحاول ارفعها بالمونتاج صوت اللعبة، بحاول. مشكلة ما اظنش راح يكون في صوت لها. ان شاء الله بكيف لها صوت. نسيت محل بيتي. لا هي خلص تمام. اطلع فوت فوت. شد هيك. كم محتاج هايد هو؟ 25. والله ماني فاضي.
بس هاي الكعكة بدي أشوف شو هي الكعكة هاي. كيف هاي؟ طب هاي إيش هاي؟ شباب اللي بيعرف هاي كله ياها في تعليقات، تمام؟ يكتب لي في تعليقات. انكسر. وين الباب؟ بدور على الباب يا شباب، مش عارف وين. ها؟ وين الباب؟ ها؟ اوعى تفنش. الو، والله ماني شايف اشي يا اخي. وين الباب؟ اوه علينا. خليني ندق. هاي شو محتاجي؟ ستون وفنت. هل لحظة بجوز في المخزن فيه اغراض؟ اوه هاي ما استعملناهاش صحيح. ما عندناش ستون، بس يلا بنستعمل هاي عشان نشوي اكل برضو. ناس موضوعنا يا شباب، معليش ناس موضوعها. رقم ايش تبع؟ لا على ايه صح؟ برضو ايه عشان تفتح صح؟ طيب وهنا بخير قمعة اللحمة. كلها والله. اوه بدمجها انا كبس عشان اتاكد اذا بتدمج عن جد ولا لا. هو هي الباب حلو. لا اوه وين رحت؟ هسه فتح في شي طفى. لا ول 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 كم خشبي حطيت انا، استغفر الله العظيم. ول اهم شي ما حركناش حالنا، بس يعني ارجع لور شوي. نشوف انا فين خشب ضايل. يا الله قديش بتدمج الاغراض يا هبل يا اخي. شو هذا؟ مش عارف كيف اجمع المره واحده. ما عادش اضحك عليك. بقدر فيها في الاي واذا ضلت ضاغط. اوكي ما فهمت هالشيء. طب كيف بدي افتحها اخر مره؟ طيب استغفر الله. اي على ام ماب، ام يعني ماب. اوكي حرف الام، نايس. من هنا بقدر اشوف الخارطه. حلو. زي اي كيو W R T Y. ها اي بتفتح هاي و V بتفتح الكرافتك. اوكي و O U بصفر. U بصفر. اوكي B بتسجل مكان الاحداثيات. اوكي نايس. B بتسجل مكان الاحداثيات. A تعمل شيء جديد. F G H H H يا أخي إيش؟ ليش يعني؟ عشان نشوف درجة حرارة وكديش ليفلي. أوكي حلو حلو حلو. G جنب بعض هذول. اوكي شباب ايش هي؟ اي بتخفي الايدين. بتخفي الاغراض كل. اوكي ال ها ايش هذا؟ هذا الترايب صح؟ اذا كان عندك ترايب حلو حلو. اذا كان عندك ترايب من هان تبحث.
بين نأكس وزي هذا الاكس كنا بنام سي في بي ثاني هنطلع من هاي بي ان بس ها والله ايش هاي ليش هاي هيك معلش يا شباب على هيك يعني بس حاب نكون هيك مره واحده يا زلمه الهبل وين النار 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 لا 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 تعالكيش تعالكيش مش وقتك تعالكي لا الو شايف ايش قدامي الو الو كنا ما بيمشي باقي يزحف طب والله باقي يزحف ما بقول ليش وين ها 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 شو اللي صار روح والله ما انا عارف وين انا يا شباب يا اخي اكسر شيء اكسر والله العظيم انا عارف وين انا اوه هيك اس شايفين حن او شبه شايفين حن والله في دروب والله صوت بيخوف والله ما بكاش عارف انه هيك اللعب في اصوات في الليل والله بتخوف في اللعب في الليل لا 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 جعان كل يا حبيبي كل ماي عطشان المتخلف اوه عطشان وجعان هلا وين انا اوه وين انا الو وشو كانت صارت انا الله القمر ها والله في قمر كش عارف لا 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 هلا والله خليني اشرب مي على ايه لازم والله لازم ايه عشان اشرب مي فكرت بشرب لحاله لا هاي بتعطش على ايه برضه من هان بقدر اكل من هان حلو حلو يعني شبه صار شبعان شبه يا اخي صبح الدنيا ما مشكل مع معيش نار اضوي والله شكلها مطوله حتى الدنيا تصبح هاي هاي فينتو حجر بس المشكله معيش مشكلة مش شايف عشان اجمع اصلا مش شايف اشي قدام هسه نقدر نصنع لازم ضروري وين راحت هي هاي هاي حلو الله البرد الدنيا سكعة لحد اسمه حتى الدروع مش عاملين لا 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 متفقناش هيك يا نت طرق البيت استغفر الله العظيم سنة كيف اعملها دروب كيف ارميها هاي على كبس يمين او كبس يمين حلو استنى بنتاكد صح الباب مهان صح اوكي معناته هيك بنقدر نصنع اخر واحد نصنع بابين نصنع جدارين وبكفي فيه باب يعني هذا قصدي انا هاو هاو الله في اخر واحد ما انت عماك مع الجدار استغفر الله العظيم بديش استوعب بديش استوعب بدو كسر هات اللحم كيف اخذني كل المره واحد يا اخي اتظر يا شباب اوكي يا شباب هان نكون خلينا نكون نهينا الفيديو ننهي الفيديو فبتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو واذا حابين نكمل عليها بنعرف في بعدين في هالبعوض الناموس يعني فاذا انتو حابين خلينا نكمل على هاي اللعبة في المحاكي اكتبوا لي في التعليقات نراكم في فيديو قادم سلام